السلام عليكم، راح نعلمكم اساس في الوقت التالي. راح نبلش من الصفر وياكم. ممكن اي شخص يتمرن بالبيت ما عنده مكان يروح يتمرن به، خصوصا البنات. راح نتعلم الوقفه القتاليه. اولا لازم تعلم الوقفه القتاليه. وش هي الوقفه القتاليه؟ هي الوقفه اللي من عندها راح تطلع ضربات والدفاعات اللي استخدمها اثناء الفايت. فالوقفه القتاليه كل في المقتله تقريبا تكون بالصوره هاي. مقدم رجل، بعد رجل الاخ، مقدم رجل، بعد رجل الاخ، حتكون بالصوره هاي. فإذا سوى بالساجين حتكون هيك. الذقن راجع لورا اكيد، الاضلاع محميه حتى ما توجه الضربات، الاضلاع تكون محميه بالصوره هاي ووالي قدام. الرجل حتكون ما مناسب ليها كلش ولا واقف، حتكون وسط النزول مالتي بالصوره هاي. الزاويه مال الميلان ما تكون عاليه شوي، تكون حاده حتى يبقى محصل التوازن اللي اريده. اول حاجه راح تطلع عليها مستقيم جاب واحد. اول ضربه تاخذها هو الجاب. من افر وركي ورجلي حتكون ضربه 100%، فراح احاول افر بالصوره هاي. هذا المفصل يطلع يضرب مستقيم. القطع اللي هو الكروس حتكون بالصوره هاي. واحد الدفاع تلاحظون موجود، يرجع الدفاع هنا يطلع القطع بالصوره هاي. روعه عليها. نيتي. واحد اثنين تلاحظون فرات رجلي حتى ضربه تكون 100% بالصوره هاي. راح ندمجهم. واحد اثنين. واحد اثنين صلع شوي. تلاحظون النفس اذا طلع الحركه حتى تكون ضربتي مؤثره وبها قوه بنفس الوقت ما اتعب، لان اذا راح نفس راح اتعب بالفايت، وهذا الشيء مو محمد الرياضي او المقاتل، فراح يكون او اذا اريد استخدمه بالشارع يمكن ما عندي قوه ايد او قوه عظم، راح افتح ايدي واضرب راحتي ايدي. سو فرونت فيو او هذا راح تكون البيسكس. نقدر نقول من الصفر، فحاول تمرن عليه. الفيديو الثاني راح يكون شويه ادفانس.